سلام الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، هو واحد الوصفه للحبوب، لانه ضروري من غير انا ضروري ديك الحبوبه ديال من الشهر الشهر. بعد المرات انايا ما كتجينيش داك الحبوبه، ولكن كيجيني بزاف ديال الحبوبه الرقاقه. نتوما كيفما كتشوفوا كيت جبتي كامله كتعمر بالحبوب الرقاق، واخا انا زعما ما فيهش الحبوب وجي ما فيهش الحبوب. غادي نوريكم واحد الوصفه معتمده كنديرها ديما ملي كيكونوا فيا الحبوب، ملي كيجوني الحبوب يعني، وماشي كنداومها يعني شهر ولا شهرين، دغيا شي سيمانه وجوج سيمان صافي كيمشي كاع وكترجع وجهي تصفى. غنبداو اول حاجه بالكوماج اللي حنا موالفينو ديما، يعني بلا ما نهضروا عليه غادي نبداو، يعني خي اصدي اي كوماج طبيعي ولا مشري، مهم تحيد الطبقه الميته ديال الوجه، وديك الساعه نرجع. اللي هي انا مجرباها يعني، وديما ملي كينوضوا لي حبوب الحبوب ديما ملي كينوضوا لي حبوب كنديرها، هي القرفه والعسل. ما كنصحش البنات اللي بشرتهم حساسه يديروها، المهم هو على حساب كل واحد وبشرته. جربيها هنايا، الا ما دارت لك حتى شي حاجه ديريها على وجهك. انا ديما تنديرها القرفه والعسل، القرفه والعسل ديما كنديرها لوجهي. كتدغيا كتشوط ليا الحبوب، يعني كتشوطهم ليا دغيا، خصوصا الا كانوا دوك الحبوب بحال بعض المرات كتبقاي تحكي في دوك الحبوب كيبداو عاد يزيدوا يبانوا، ولا درتيها فوق منهم كتحرقهم، يعني كتحرق دوك الحبوب باش كيتحيدوا في مره. انا هاد الوصفه البنات كنديرها غير يعني ثلاثه المرات في السيمانه صافي، ما كنحتاجش نديرها من بعد. دغيا كتشوط ليا الحبوب، وهانتوما غتشوفوا من المره الاولى دابا شوفوهم كيفاش دايرين. من غادي نديرها ونخليها غير واحد ربع ساعه، من بعد كتشوفوا كيفاش الحبوب غادي يتحرقوا، يعني الحبوب كيتشوطوا وما كيبقاوش هكا حمر، كيوليو كتبقى مره على مره فحال كتولي فيهم هذيك القشره وتتحيدوا في مره. ما كنديرهاش في وجهي كامل، ما كنديرها في البلايص اللي عندي فيهم الحبوب هنايا دابا. بعد ما غسلت وجهي هانتوما كيف ما كتشوفوا، وحتى الحبوب يعني شي شويه تطفاو، يعني باينين الحبوب راهم يعني تطفاو، ماشي بحال اللي كانوا في الاول. الشمس جات قدامي نيشان، ماشي بحال اللي كانوا في الاول، يعني كتزنقوا شي شويه لانه كنغسل بوجهي ما سخون. ضروري البنات مورا اي ماسك وجهكم يتغسل بما سخون وعاد الماء بارد، يعني ما بعد باش يتسدوا المسامات. كيف ما قلت لكم يعني هذه الوصفه يعني معتمده وكنصحكم بها، ولكن البنات اللي وجههم حساس ما يديروهاش. بقى واحد الحاجه اللي بغيت ننفعكم بها، حتى هي مورا ما كنسالي كنشد لالويفيرا، المهم ما تضحكوش على لالويفيرا ديالي. لا دابا لالويفيرا عندنا حنايا ما واخدش داك الجل اللي كيت، كناخذ لالويفيرا دايرينها في الجردة وكناخذها غير من الجردة. وخديت يلا البارح خديت واحد جوج وخدمت بهم، درت بهم واحد الكريم، المهم ان شاء الله كنجربو كنتيستي، من غادي نلقى نتيجه زوينه غادي نقولها لكم. الوغ قلت لكم وبقى داك شويه ديال الويفيرا هذا الفوقاني، وقلت والله غنخليه باش نوريه لكم من هنيت من هضرنا على الحبوب نعطيكم نصائح عليه. الويفيرا البنات مورا ما كندير لي ماسك كيكون عندي الحبوب كنديرها للحبوب، لانه هي عندها بزاف ديال المنافع، او ميم طون هي كتحيد داك الشيء الطبقات اللي كيكونوا فوق الوجه، وكتخلي الوجه ديما يبقى نقي، يعني هي فحال اونتيسيبتيك ديال الوجه، يعني ديما كتخلي كتحيد البكتيريا من الوجه. وهذا باش وانتم عارفين ان الحبوب السبب ديالها هي دي بكتيريا وداك الشيء. الوغ كنسالي كنديرها ونخليها في وجهي، كنديرها بحال هكا يعني عادي هكا الله، وكنخليها على وجهي يعني حيت هي عادي. انتما كيف ما كتشوفوا بحال الماء كنخليها في الوجه، كنخليها بليله كاع من بعد ولا غد ليه نغسلها، نخليها دابا ساعه الا كنت خارجه ونحيدها. مهم
كنتمنى تكونوا استفدتوا وجربوها البنات هذه الوصفه والله ما غتندموا عليها. وخليوا لي لي كومونتير ديالكم ولا عجبكم الفيديو استفدتوا من الوصفه، بارطاجيوها مع اصحابكم وخليوا لي لايك وسبسكرايب لتحت.